السلام عليكم. هذه الكلمة وجهها لقمة العربية الإسلامية للشعوب. سأتناول فيها بسرعة كبيرة نقطتين أساسيتين، هي مسألة الحروب بمنطقتنا وقضية التنمية الديمقراطية. فيما يخص الحروب، فإني أتوجه لكل المسؤولين سواء كانوا حكوميين أو من المجتمع المدني والسياسي. هذه الحرب بغزة دامت أكثر من اللازم، والشعب الفلسطيني بغزة وكذلك بالضفة الغربية أصبح مهددا في وجوده وليس فقط في قضيته. فأطلب من المسؤولين، كل المسؤولين، أن يفعلوا كل ما بإمكانهم للاهتمام بهذه القضية وإيجاد وفرض حل عاجل. ومنطقتنا لديها من القوة ومن الثروة، مع الأسف ليس لديها ديمقراطية، والديمقراطية هي الجزء الأكبر من القوة على المستوى العالمي، ولكن لديها بعض القوة بسبب اقتصادياتها، بسبب ثرواتها، بسبب علاقاتها الدبلوماسية، أن تفرض حلا على الأقل ينقض الشعب الفلسطيني على المستوى الديمغرافي والإنساني. فالحرب طالت أكثر من اللازم، وفلسطين أصبحت مهددة بالإبادة كما تعلمون وكما ترون. أقول للحكام العرب أنه من واجبكم، وحتى إذا كنتم لا ترقكم القيادات الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني يحتاج إليكم ويطالبكم بالمساهمة في إنقاذه. الشعوب العربية من المغرب إلى المشرق عبرت عن مساندتها للمطالب الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني. فيما يخص كذلك لبنان، الحرب تستمر منذ أسابيع، وإذا استمرت لأشهر لا قدر الله ستكون النتيجة كما هي الآن بغزة. هناك حرب أهلية كذلك بالسودان. كما نعلم أن مشكلة السودان هو أنه كان منذ 4 إلى 5 سنوات يقترب من بناء نظام ديمقراطي، فتدخلت قوى خارجية ولكن بمساعدة وعمالة من بعض القوى الداخلية المعادية للديمقراطية لإثارة هذه الحرب المهلكة. فيما يخص التنمية، أهم ما في التنمية هو التنمية الحضارية، وأهم ما في التنمية الحضارية هو التنمية الديمقراطية، أي أن يصبح المواطن العربي يساهم في حكم نفسه وفي حكم بلده برأيه وبطاقة الانتخاب. طبعا هناك عدة دول عربية تنظم انتخابات، ولكن هذه الانتخابات لا وقع لها على الواقع السياسي ولا على حياة العربي والمسلم اليوم.